الصلاة والسلام عليك. دي ده ايه؟ احمد دي ده طبعا. حكوا ليه؟ طيب خلينا نقول انه طبعا في مناظرة سياسية شهيرة كانت في الانتخابات بتاعت 2012، وفي مناظرة احمد دي ده الاشهر، وهي عدة مناظرات مش مناظرة واحدة. لكن اكتر شيء او في وانت بتتفرج على المناظره دي، وهي هذه المناظره الى ايه؟ اسبي كل طرف من دول اللي في المناظرات فاكر ان هو انتصر وهو اللي فاز. كل طرف من داخل المناظره عشان يكسبها، عشان يبرز رايه تفهم، مش عشان يدور على ولا يعرف الحقيقه. سفير القران الشيخ احمد ديدات لاقى ربه في رجب عام 1426 للهجرة، بعد نصف قرن قضاه مسافرا مرتحلا متصديا للمشككين في آيات الذكر الحكيم وكلمة الحق التي حملها المصطفى صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين دعوة على الصعيد الدولي، وكرس جهوده لمناظرة الذين يدعون أن المسيح آخر الرسل ولا يؤمنون برسالة الإسلام، فسافر إلى بريطانيا ودخل في مناظرات قوية في ألبرت هول بالعاصمة لندن، ناقش فيها منصرين وانتصر للرؤية الإسلامية لمسألة صلب المسيح أمام ما يقرب من 5000 من الحضور. من مآثره رده في ألبرت هول على المنصر الأمريكي العربي الأصل أنيس شورش الذي حاول أن يصور الآية القرآنية الكريمة وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا بأنها تناقض المفهوم الإسلامي لبعث المسيح عيسى بن مريم. I would like to say that I'm grateful for this opportunity and my questions are actually two. Number one, if the Quran is indeed from God, does it contradict itself in as much as it says okay. سلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا therefore Jesus was born He died and he rose again. فرد عليه الشيخ ديدات بالقول. The verse in question is والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Which translated means so peace is on me the day that I was born, the day that I die, and the day that I shall be raised to life again. The day that I die, it is not that I died. It's not died. It's in the future. وفي الولايات المتحدة أقام عدة مناظرات مهمة أمام منصرين كبار مثل القس الأمريكي المعروف جيمي سواغرت، وأبلى بلاء حسنا لحفظه الإنجيل عن ظهر قلب فأحرج محاوره في مرات عديدة. My brother Swaggart changed the word begotten to unique. This is not from the King James Version. The King James Version says begotten. وعندما بدأ باب الفاتيكان الراحل يوحنا بولس الثاني يروج لحوار الأديان وبناء علاقات أكثر متانة وتفهما مع المسلمين، طلب منه الشيخ أحمد ديدات إجراء مناظرة وحوار مفتوح على الملأ في ساحة الفاتيكان حول الإسلام، إلا أن الفاتيكان لزم الصمت إزاء الطلبات المتكررة للمركز الدولي للدعوة الإسلامية الذي أسسه ديدات في دوربن. فرد الشيخ بإصدار كتيب بعنوان البابا يلعب لعبة الاختباء مع المسلمين. جال بلادا كثيرة وعقد مناظرات عديدة وتعرض للنقد والهجوم من الكتاب الغربيين الذين اتهموه بالعنصرية ومعاداة سامية. الصلاة والسلام. ما تنساش تعمل سبسكرايب من هنا، ولو عايز فيديوهاتنا توصلك اول باول اعمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك اللي موجودة تحت الفيديو.